باعتبارك مسؤول بإدارة النشاط المدرسي، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه حصص النشاط في فترة 20 يوما للتخفيف من ضغط الدراسة والخوف من الامتحانات على الطلاب والتلاميذ؟ والله أستاذي، بالنسبة لمكتب النشاط المدرسي هو يعتبر له دور كبير ودور فعال في إنجاح الطلبة وإبراز المواد والمساعدة حتى للراحة النفسية للطالب. ونتمنى من كل مكاتب النشاط على مستوى ليبيا إننا تو في 20 يوم يحاولوا بقدر الإمكان إنه يديروا برامج ثقافية وبرامج رياضية حتى تسهل عملية وتنحي عامل النفسي وعامل الرهبة وتحاول تخرج الطالب من الضغط النفسي ومن ضغط الامتحانات. نعطيك معلومة بسيطة، احنا كمكتب جمال في الفترة هذه قائمين بدوري تنشيطي لكرة القدم للفئات السنية اللي هم السادس ابتدائي الشق الأول والشق الثاني، وفي مسابقة فكرية قلنا نحاول نديرها قبل الامتحانات، والحمد لله يعني كل المدارس متجاوبة معنا، وإن شاء الله بكرة أول يوم في النشاط الرياضي في بالنسبة للأطفال. لكن في المقابل يعني أستاذ نوري، أهم شيء أن أستاذ لو سمحت لي، يعني للأسف الشديد سنة 2016 2017 وقبل 2015 اللي المفروض يكون مكتب النشاط هو الأساس في جميع الأنشطة حتى يطلع الطالب من الضغوطات النفسية اللي صايرة في البلد. نعم أستاذ نوري، يعني في المقابل بعض المدارس تشهد تكثيف ودروس المواد العلمية ومراجعة، ومن الممكن أن يؤثر هذا سلبا على الأبناء الذين لم يرتاحوا بعد من الامتحانات النصفية، يعني بين الامتحانات النصفية والنهائية 20 يوم على أقصى تقدير. هذه هي احنا للأسف ان الامتحانات النصف الثاني بالنصف النصف الثاني تمت، يعني ممكن اليوم الأربعاء الإفاعي، وفي اللي ما كملش اصلا عشان هو بخش عليه امتحانات نهائيه، بخش عليه دراسات امتحانات نهائيه. يا ريت كل الاخوه اللي يسمعوا فينا ومكاتب النشاط ان هي تحاول ترفع الطالب هذا ال 20 يوم بقدر الامكان. طيب اللي ما كملش الماده العلميه، المعلم اللي ما كملش الماده للطلاب ماذا يفعل؟ الخروج المغلوب الاول في نفس اليوم يكون دافع معنا، وانت عارف ان الطالب لما توفر له امكانيات الموهبه وامكانيات المسابقه حيبدع حياتي في الدراسه، يعني هذه شيء اكيد. طيب هذا في الحقيقه يعني كلام جميل، لكن انت تعرف ان العام الدراسي هذا الذي نحن في نهايته يعني كان محدود المده، بعض المواد لم تستكمل للطلاب والتلاميذ، ماذا يفعل المعلم؟ اليس الاولى ان نكمل هذه المواد بدل التسليه واللعب؟ وجبت الدراسة في فترة متأخرة وإحنا ضغطت على العامل الوقت وحددوا لنا بموعد، يا ريت كانت من الوزارة التعليم إنها قدمت على الأقل نهاية شهر، زادت ضافت شهر ثاني. كانت وعندك للأسف الشديد في بعض المدارس ممكن حتى المادة الأساسية سواء الرياضيات أو الجغرافيا أو التاريخ فيه اللي ما عندهاش مدرس، اللي ما عندهاش ممكن النص الثاني ما حصلش فيه حتى درس أو اثنين. نتيجة متابعتنا ونشر في بعض المدارس يقول لنا في اللي ما كملش المحل المقرر ليه في المادة يعني، وهذا إن شاء الله خير، إن شاء الله يكونوا المدرسين يتابعوا المواضيع ويحاولوا أنه يساعدوا الطالب في الامتحانات إن شاء الله.